ما تفرحش بناس كتير حواليك، ممكن في اعتقادك ان هم اصحابك، بس الحقيقة مش كده. اكتر واحد له اصحاب هو اكتر واحد ملوش اصحاب. التجربة هتثبت لك في الشدة بالذات مين هو صاحبك ومين هو عدوك. دايما الصاحب بيكون في كتفك وفي ظهرك ومعاك في وقت الشدة، انما لما الكدابة ما تعتمدش عليها، اعتمد على الله ثم على اللي بيحبك وقت الشدة.